مستر هشام، ممكن اخد من وقت حضرتك بس 5 دقايق؟ طبعا. طيب انا كنت عايزه استاذن حضرتك طبعا لو ينفع، يعني هو ممكن اخد سلفه 20,000 جنيه، ولو ينفع يعني برضو ان احنا نقسمهم على 3 شهور الجايين، ممكن؟ خلاص مفيش مشكله، انا هكلمهم في الحسابات يعملوا لك الموضوع ده. ميرسي قوي يا فندم، اشكرك، بعد اذنك. اسماء، اي فندم. عايزك تحجز لنا ترابيزه حلوه في مطعم شيك على ذوقك. تحجز لنا؟ مش فاهمة ده قصدك مين؟ عميل مهم وعزمه على العشاء وهنتكلم في شغل مهم وعايزك معايا. معلش يعني، بس هو أنا لازمتي إيه في قعدة زي دي؟ دي مش قعدة، ده عميل مهم وشغل ومحتاجك معايا. إيه؟ هترفضي؟ لا لا، يعني مش قصدي إن أنا أرفض، بس هو بس حضرتك عارف إنه من غير بس، زي ما بقولك ده شغل مهم، فبعد إذنك احجزي الترابيزة وبلغيني. حاضر يا فندم. احجز الترابيزه لكام فرد؟ كم فرد؟ احجزي ل4 5 افراد، ما اظنش ان احنا هنزيد عن كده. ماشي يا فندم، هحجز واكد على حضرتك بعد شكرا. اذنك.